من هو جو بايدن؟ جو بايدن هو سياسي ومحامي أمريكي وعضو بارز في الحزب الديمقراطي الأمريكي، شغل مناصب بارزة خلال مسيرته، أبرزها نائب الرئيس الأمريكي 47 باراك أوباما، وسادس أصغر سيناتور منتخب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعيد انتخابه في مجلس الشيوخ كسيناتور 6 مرات بعدها، إضافة لرئاسته لجنة العلاقات الخارجية في السابق. رشح بايدن نفسه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثالثة ضمن الانتخابات المقرر إجراؤها في أواخر نوفمبر لسنة 2020، ويعد من أقوى المنافسين على الرئاسة مقابل الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي رشح نفسه هو الآخر ليحظى بولاية رئاسية جديدة. ولد جوزيف روبينيت بايدن الابن المعروف باسم جو بايدن في سكرانتون بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 20 نوفمبر 1942. والده جوزيف بايدن وأمه هي كاترين أوجينيا، وهو الأكبر بين أبنائه الأربعة. انتقلت أسرته عندما كان في العاشرة من عمره إلى كلايمونت بولاية ديلاوير، حيث تخرج سنة 1961 من أكاديمية أريشمير، كما حصل على شهادة جامعية مضاعفة في التاريخ وعلم السياسة من جامعة نيويورك، ثم التحق بجامعة سيراكوس للقانون وفق منحة دراسية نصفية حصل عليها لكونه ظهير رباعي لاعب كرة قدم أمريكية، وتخرج منها بإجازة في المحاماة سنة 1968، وانضم إلى السلك القضائي في 1969. عمل جو بايدن كمحام متدرب في ويلمنغتون ديلاوير، ثم انتخب ليكون قنصل مجلس مقاطعة نيوكاسل من 1970 حتى 1972، حيث قرر ترشح لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب ملاءمة الفرصة لبايدن نتيجة تنحي جيمس بوجز الجمهوري المرشح للفوز. فاز بايدن بالانتخابات على الرغم من إعادة ترشيح بوجز لنفسه بدعوة من الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد نيكسون، كما ساعدته حملته الانتخابية التي تركز على حماية البيئة ومعالجة قضايا الهجرة والتأمين الصحي والحقوق المدنية والانسحاب من فيتنام وغيرها من القضايا التي جعلته أقرب وأكثر قدرة على التواصل مع الناخبين. تسلم مكتبه ولقبه كسيناتور سنة 1973، حيث كان في 30 من عمره، وبالتالي سادس أصغر سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وأكثرهم استمرارية في المجلس عبر إعادة انتخابه 6 مرات متتالية، منتصرا على جيمس باكسر سنة 1987 وجون بوريس 1984 ثم جين برادي في 1990 ورايموند كلاثورتي 1996، وبأغلبية 60% من الأصوات في سنة 2000، وأعيد انتخابه بعدها لآخر مرة في سنة 2008، حيث كان رابع أكبر عضو في المجلس. خلال جميع دوراته كسيناتور، كان جو بايدن رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ويعتبر وفق توجهاته السياسية وآرائه عن القضايا التي تم طرحها أثناء تلك الفترة من ليبراليين معتدلين بشكل عام، والتي شملت معارضته لحرب الخليج 1991، لكنه دعا بلاده وحلف شمال الأطلسي إلى التدخل في حرب البوسنة والهرسك التي امتدت بين سنتي 1994 و1995. أيد قصف صربيا في 1999 خلال حرب كوسوفو. تصويته بالموافقة لصالح القرار الذي أذن بشن حرب على العراق سنة 2003، معتبرا الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين تهديدا يجب التخلص منه بأي وسيلة، لكنه عارض إرسال المزيد من القوات إلى العراق سنة 2007 باعتبار أنه كان قرارا خاطئا حينها، ودعم فكرة تقسيم العراق إلى 3 أقاليم تعتمد على مرجعية طائفية، لكنه فشل بحصد القبول عليها، كما صوت لصالح غزو أفغانستان سنة 2001. تأييده الخيار الدبلوماسي مع استخدام العقوبات إذا استدعى الأمر فيما يخص علاقة الولايات المتحدة مع إيران، معارضا اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، كما أيد منح تأشيرات للعمال الزائرين فيما يتعلق بالهجرة، لكنه يدعم فكرة بناء جدار عازل بين الولايات والمكسيك.
تأييده. فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين لليهود والفلسطينيين، وهو معروف بتأييده الشديد لإسرائيل ودعوته لحماية البيئة منددا بخطر التغيير المناخي، حيث عارض التنقيب على النفط في محميات ألاسكا مفضلا البحث عن مصادر طاقة بديلة. عينه الكونغرس كأحد الشخصيات الاثنى عشر الذين أحدثوا فرقا في السياسة الخارجية الأمريكية، إضافة لتسلمه عدة مهام في اللجنة القضائية التي ترأسها مرة واحدة، حيث شارك خلالها بصياغة العديد من قوانين الجريمة الفيدرالية بما فيها التركيز على قضايا الحد من التسلح والتحكم في جريمة العنف وإجراءات تطبيق القانون لسنة 1994 المعروف بقانون بايدن للجريمة. أما القانون الأبرز هو قانون العنف ضد المرأة التاريخي الصادر في سنة 1994 أيضا، والذي يتضمن العديد من الإجراءات للحد من العنف المنزلي مزودا مليارات الدولارات للأموال الفيدرالية من أجل التوصل للجرائم المبنية على الجنس وحلها. كما أصدر تشريع أطفال 2000 الذي يضمن تأمين الحاسب والمدرس والإنترنت ودورات التقوية وغيرها مما قد يحتاجه طلاب المدارس في القطاعين العام والخاص والمشترك. قام خلال فترة عمله في مجلس الشيوخ بتدريس مادة القانون الدستوري بكلية القانون في جامعة ويدنر بولايته الديلاوير بدءا من سنة 1991، حيث قدم الكثير للولاية أثناء عمله كسيناتور، كما دعم قاعدتي ديفر الجوية ونيوكاسل العسكريتين وغيرها من المشاريع التي رصد لها ملايين الدولارات، إضافة لحملات جمع التبرعات التي قام بها، ويعد على إثرها أكثر سيناتور جمعا للتبرعات في تاريخ الولاية. رشح جو بايدن نفسه سابقا في العام ذاته للانتخابات الرئاسية سعيا منه ليصبح أصغر رئيس للولايات المتحدة منذ جون كينيدي، لكنه تعرض لعارض صحي أوقف حملته الانتخابية على إثره. استأنف عمله في الكونغرس بعد 7 أشهر من إصابته الدماغية حتى استقالته سنة 2009، حيث عين نائبا للرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما ليصبح ثاني أقوى شخصية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الرئيس. بدأ بايدن عمله في منصبه الجديد كنائب للرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما بعد أن كان قد ترشح ضده في الانتخابات الرئاسية سنة 2008، لكنه قام بالانسحاب نظرا لمنافسيه البارزين هيلاري كلينتون وباراك أوباما، وفشله في حشد الناخبين إلى جانب بضع تعليقات أدلى بها أدت لإيذاء حملته، وتركيز الإعلام بشكل رئيسي على المرشحة الألاسكية سارة بالين. تلاها اجتماعه بشكل سري مع باراك أوباما إثر انتخابه رئيسا، رغبة من الأخير أن يشغل بايدن منصب نائبه رغم ضعف العلاقات بينهما أثناء عملهما معا في لجنة السياسات الخارجية في الكونغرس. فتم انتخاب بايدن نائبا للرئيس ليكون السيناتور الوحيد بتاريخ ديلاوير الذي يحتل هذا المنصب. عين بعد فترة وجيزة من الانتخابات رئيسا للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب أوباما، ثم اختار مساعده رون كلاين ليكون رئيس أركانه، كما شارك بكافة التعيينات الوزارية التي تمت في الفترة الانتقالية، ثم استقال من الكونغرس بعد أن كان قد تم انتخابه لولاية جديدة في 2008. وقام برحلة إلى العراق وأفغانستان كآخر مهمة له في لجنة السياسات الخارجية، مودعا بعدها مجلس الشيوخ بخطاب مؤثر بعد أن قضى فيه 35 عاما. تولى بايدن دور المستشار المهم وراء الكواليس، منها فصل النزاعات مع منافسي أوباما والحصول على دعم مجلس الشيوخ في العديد من تشريعيات أوباما، منها حزمة التحفيز التي واجهت بشكل فعال الركود المستمر، وخلقت فرصا عديدة للعمل وقانون حماية المرضى والرعاية الصحية وغيرها. فحققت وجهات نظره أهمية كبيرة في البيت الأبيض، جعلت الجميع داخله يعيد النظر باستراتيجيته، وحظي بثقة كبيرة على الرغم من زلات اللسان والتصريحات المتهورة التي كان يدلي بها أحيانا. قاد جهودا ناجحة للحصول على موافقة الكونغرس على معاهدة ستارت الجديدة التي تنص على خفض التسليح النووي بين روسيا وأمريكا بدءا من سنة 2010. أما خارجيا فقد مثل الولايات المتحدة في العديد من المناسبات والفعاليات الهامة عالميا، داعما خلق علاقات اقتصادية جديدة بالأخص مع روسيا، كما دعا للتدخل العسكري بقيادة الناتو في ليبيا سنة 2011.
وعرض خلال تلك الفترة تنفيذ العملية العسكرية التي أسرت عن مقتل أسامة بن لادن تخوفا من تداعيات فشلها. انتخب لولاية ثانية في منصب نائب الرئيس الأمريكي وفق تذكرة أوباما بايدن في نوفمبر سنة 2012 متغلبة على تذكرة رومني ريان. سبقتها نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه تراجع عنها لصالح أوباما الذي عينه رئيسا لمنظمته ضد العنف التي أنشئت لمعالجة ظاهرة العنف المسلحة المتفاقمة في البلاد. قام بتمرير قانون الإعفاء لدافعي الضرائب الأمريكي سنة 2012 لمنع سقوط البلاد في هاوية مالية وفق صفقة مع ماكونيل، ما رفع معدلات الدخل وجعل الكثير من التخفيضات الضريبية دائمة، لكنه فشل في تمرير تشريع خفض التسليح وتم عزله أثناء مناقشات الكونغرس لأزمة سقف الدين لسنة 2013 وقانون المخصصات المستمرة لسنة 2014. أعيد تفويض قانون بايدن للعنف ضد المرأة في 2013 وضم العديد من التطورات، كما قام بإلقاء خطاب حول الوعي بالاعتداء الجنسي في حفل توزيع جوائز الأوسكار 88 مع ليدي غاغا. قام خلال فترة ولايته الثانية كنائب للرئيس بالاستعداد للحملة الرئاسية لسنة 2016، حيث كان من الممكن أن يكون أكبر رئيس في تاريخ التنصيب مقابل انخفاض شعبية هيلاري كلينتون. بدأ الأمر ليتراجع لاحقا ويعلن دعمه لكلينتون التي كانت تواجه دونالد ترامب في الانتخابات التي ربحها الأخير وانتهت معها ولاية بايدن الذي يعد أبرز معارضي سياسات ترامب. تسلم في الأيام الأخيرة لولاية أوباما في 2017 أعلى وسام مدني في البلاد، وسام الحرية، الذي منحه إياه أوباما خلال حفل أقيم في البيت الأبيض. عمل بعدها أستاذا في جامعة بنسلفانيا. أعلن في منتصف سنة 2019 ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2020 عن الحزب الديمقراطي في مواجهة ترامب الذي يعده أسوأ رئيس أمريكي في التاريخ المعاصر. وعلى الرغم من انضمام بايدن المتأخر للسباق الرئاسي إلا أنه يعد من أقوى المترشحين. زواج بايدن الأول كان من نيليا هانتر وأنجب ولدين وفتاة وحيدة لم تكن تبلغ الثانية من عمرها حتى توفيت مع والدتها بحادث سيارة أليم أثناء ذهابهما للتسوق مع أخويها اللذان نجيا من الحادثة بإصابات عرضية. تزوج جو بايدن مرة ثانية من جيل جايكوبس سنة 1977 ولديهما بنة وحيدة. عانى في سنة 1988 بعد انطلاق حملته الرئاسية للعام نفسه من إصابة تمدد في الأوعية الدماغية في الجهتين اليمنى واليسرى والتي تطلبت عمليتين شديدتي الخطورة. تماثل بعدها للشفاء دون أي مضاعفات وعاد إلى عمله في الكونغرس بعد 7 أشهر وتخلى عن حملته الرئاسية آنذاك. على الرغم من تمريره للقانون التاريخي عن العنف ضد المرأة ثم تطويره في 2013 إلا أنه يواجه اتهامات بكونه قد قام بحركات اتصال جسدي غير ملائمة في عدة مناسبات التقطتها الكاميرا، وهو ما يرفضه باعتبار نواياه مشرفة ومفهومة بطريقة خاطئة وبعيدة كلية عنه. يعتبر جو بايدن من طبقة متوسطة ماديا ما أثار التساؤلات حول قدرته على إقامة الحملات الانتخابية بدخل متوسط، لذا أنشأ جمعية يتم من خلالها التبرع لحملته فحقق من خلالها ثروات تتراوح ما بين 1 و 1.8 مليون دولار. عرف عنه أنه كان يستقل قطار أمتراك يوميا لمدة 90 دقيقة ذهابا وإيابا بين ويلمينغتون ومبنى الكونغرس، مستضيفا حفلات شواء وغيرها لطاقم العمل في شركة القطار التي قامت بتكريمه لقيامه بأكثر من 7000 رحلة على متن قطاراتها التي كانت تنتظر 7 دقائق في حال تأخر موعد وصول بايدن.